بلا بلا تكش بلا 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 أقتلوني أقتلوني ما غير لك هذا ما غير لك هذا الحرامي صار الحرامي أكبروا يما لا لا أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية. من أجل تنويع المواضيع حبيت نتكلم لكم في هذه الحلقة على قصة الأزجة الشعبية تيكشبيلة اللي نشدناها جميع في الصغار ديالنا واللي كنا كنقولوها ويتينا مشاهدتين بكل عفوية وبكل تلقائية بدون ما نعرفوا القصة ديالها. وكذاك تغنت بها العديد من فرق الشعبية والخصوص الموازنية وعلى رأسهم سي محمد كعير الله يرحمه، وغنوها الخليجيين وتغنت مؤخرا طريقة الراب كذلك، وضفها المبدع عبد الفتاح النكادي في إحدى أغانيه. وهناك تمسرحية عنوانها تيكشبيلة تيكشبيلة تيولي ولا ما قتلوني ما حيوني غير الكاس اللي عطوني الحرامي ميموسي زاد خوارو في الكوتشي. القصة ديال هاد الأزجة كتبدأ من أربعة ديال القرون من اللي صدر قرار ديال التصفية العرقية والدينية عبر التاريخ. الأمر كيتعلق بقانون طرد الموريسكيين من إسبانيا بعد ما عاشوا هناك وشيدوا أحد أجمل وأرقى الحضارات الإنسانية إنها الحضارة الأندلسية. وتم طرد الموريسكيين من إسبانيا في اتجاه شمال إفريقيا ومن بين البلدان اللي طردوا لها المغرب، وانتشروا في العديد من المدن ومداصير المغرب. وسبق للكاتب خوان غويتي سولو نشر مقال في صحيفة البايس في التكرة 104 على طرد الموريسكيين، تطرق فيه للسكوت اللي كيتضرب على المرحلة ديال طرد الموريسكيين والتعسفات اللي تعرضوا لها. المهم ظهرت ديك الساعات هاد الأهزوجة وهي كتعبر على المعاناة وسوء المعاملة وما تعرضوا ليه أثناء تهجيرهم من الأندلس مكرهين في اتجاه شمال إفريقيا. أما المعنى ديال الكلمات فهو تيكشبيلة كتعني طريق إشبيليا، وتيوليولا تعني يولي وليها، ما قتلوني ما حيوني فهي تعبير على شدة التعذيب اللي تعرضوا ليه الموريسكيين من طرف الإسبانيين. وفيما يخص عبارة غير الكاس اللي أعطوني فهي كترمز لواحد النوع من التعذيب، حيث رغموا عليهم يشربوا الخمر باش يسمحوا لهم بالعبور للشمال ديال إفريقيا. وخصوص الحرامي ميموسي فهي كترمز للصبليون اللي رجعوا وكيطالبوا بالأندلس بعد ما دازت 8 ديال القرون باش خرجوا منها. أما العبارة ذات خبره في الكوتشي في الأخير، الكوتشي معروف وسيلة نقل مغربية كانت قديما ولا زالت، وهي العربة اللي كتستغربها مدينة مراح. أعزائي حتى لنا غادي نودعكم بعد ما تناولنا هذه الحكاية ديال الموريسكيين والأهزوجة اللي تشارات على لسان كبار والصغار. تلقوا حلقة مزيان إن شاء الله تعالى. ما تنسوش تنضموا للقناة وتفعلوا الجرس بس يوصلكم أي جديد. أبهى وأرقى التحيات. أيوة لا 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 لا.